السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. وهذا الفيديو إن شاء الله غادي يخص الحلقة رقم 3 من سلسلة افتح قلبك للقرآن الكريم في رمضان. مرحبا بكم مجددا في قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. بالنسبة للتلاميذ والتلميذات، كنتمنى أنكم تكونوا كتستفدوا من الفروض وكذلك الدروس والامتحانات الإشهادية اللي كاينة في القناة واللي باقي غادي نديرها بالموازاة مع هادشي اللي كندير في القناة. فهذا رمضان ان شاء الله قررت انه كل يوم غادي يكون فيديو خاص بتجويد القران الكريم، يعني كل نهار غادي نبدا نقرا معكم ثمن من القران الكريم. اليوم ان شاء الله غادي نقرا معكم الحزب الثالث، الثمن الاول من الحزب الثالث دائما في سوره البقره. مرحبا بكم وبسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، وبلغ رسوله المولى الكريم. هذه كانت قراءتي التي أتمنى أن تستحسن مسامعكم، قراءتي للثمن الأول في الحزب الثالث دائما من سورة البقرة من القرآن الكريم. أتمنى أن تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس كي يصلكم كل جديد القناة دائما إن شاء الله، فيديو يومي طيلة هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، اللي كنتمنى أنه يدخل عليكم بالصحة والهنا وطول العمر إن شاء الله، ومزيد من الأعمال الصالحة إن شاء الله. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.